السلام عليكم، أمركم؟ هاد لا تكنيك غادي ندوزو نستهدف فيها الفقرات العنقية انطلاقا من الظهر من الفول باك. اللي غادي ندير هو أنني أول حاجة خصني نركز عليها هي أنني نبلوكي الحركة ديال لي هونش ديالو باش ما يديرش بريدج، باش ما يطلعش لعندي يكون الثقل ديالي كامل عليه. هانتوما كيما كتلاحظوا نكونترولي اليدين هما الاولين، من بعد نزهق كامل من لتحت، انا اللي غنسلت كامل. من بعد ندير كونترول ديال الكيوتين، نفس كونترول، ونورك برجليا على لي هونش باش ما يتبعنيش بالحركه ديال بريدج. وكون كنت دس لا سابميشن، نعاودها اخر مره. شكرا.